السلام عليكم. أقسم بالله كيف تحب يا أخونا؟ الحمد لله. أخونا أرجو من فضلاتكم الاستماع لي وإتاحة الفرصة لي للحديث عن مشكلتي باختصار دون مقاطعة. لا 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 أسمح بذلك، لا تتحكم في وقتي. إذا رأيت كلاما نافعا فتحت لك الباب، رأيت كلاما معوجا أو موسوسا سأغلق. حاضر شيخ. تفضل. شيخ أنا باختصار يا شيخ يعني غارق في أو حل المعاصي والذنوب يعني وخصوصا ذنوب الشهوات والخلوات. لا تفضح نفسك، لا تفضح نفسك، سأل السؤال مجملا. ومحاط بالفتن يعني وكده لدرجة أني ذهبت لطبيب يعني وكده لتناول حبوب الاكتئاب وحبوب تهدي من ثوان الشهوة بداخلي وهكذا. بالفعل وصف لي الطبيب حبوب تهدي من الشهوة ولكني لم أستمر عليها لأني يعني صيدلي في آخر طالب في كلية الصيدلة وهكذا. فأعلم أن هذه الحبوب لها أضرار وأثار جانبية تمام؟ والحمد لله أنا تربيت في المساجد وأحفظ القرآن ولم أرتكب أي شيء أو أي كبيرة. السؤال يا حبيبي ما السؤال باختصار؟ السؤال يا شيخ يعني أنا الآن ما نصيحتكم لي حتى لا يعني أقع في الفتن وحتى يعني أتصبر على الفتن التي تحاط بي من حيث الفتن فتن البنات وهذا اسأل يعني. الله العون وابعد عن مواطن الفتن قدر الاستطاعة والجهد. وإذا كنت مسرا أبوك يزوجك إذا كان أبوك يستطيع أن يزوجك. طب شيخ أنا مثلا لو أبوي مثلا مقتدر ولكنه يرفض تزويجي حتى أكتمل دراستي هل يأثم بذلك أم لا؟ لا أستطيع أن أقول يأثم أو لا يأثم، قد تكون أنت مستهترا وأبوك يخشى عليك. فالمهم كلمنا على الهاتف الخاص حفظك الله.